اخوتي المسلمين، وبشركم مبروكه. انا هي كوثر، البنت اللي مريضه بالسرطان، كنسكن بسله. كنطلب المسلمين، كنطلب اي واحد يساعدني، راني كنتالم بالحريق بالمرض هذا اللي يعطيه لشي مسلم، حيت كنتعذب. انا كنتعذب معايا الام الاب عائلتي كلها. كنطلب مسلمين، كنطلب من الناس، من اي واحد. انا ما كنطلب لا فلوس لا والو، كنطلبهم يعالجوني ونبرا، وتانا نكون كيما اي بنيتات اللي في اللاج ديالي، نولي كيما في حياتي. شحال هادي فرحانة، ضحكانة، نشطة. راني كنطلبكم غير تعالجوني، ما كنطلب حتى حاجة. ما خصني لا فلوس، ما خصني حتى حاجة، كنطلب صحتي ترجع كيما شحال هادي. هادشي اللي كنطلب. شحال في عمرك؟ عندي 22 سنة. 22 سنة. شنو الرسالة الأخيرة اللي توصليها؟ الرسالة ديالي كنطلب محمد السادس الله ينصرو يعالجني. انا باغا غير العلاج. هادشي اللي كنطلب، نتعالج، رجع كيما في صحتي شحال هادي، حيت كنت الم بزاف. هاد الحريق اللي عطيه لشي مسلم، وبالاخص هاد المرض هذا، ماشي شي مرض سهل اللي نقولو سخانه، نقولو حلاقه، ماشي حاجه عاديه، هذا اصعب مرض. كنطلب من اي واحد يعالجني وصافي. هادشي اللي باغا، رجع كيما شحال هادي. السلام عليكم اخوتي، الله يجازيكم بخير. انا عندي البنيه عيانه بزاف وعندها مرض السرطان، وانا سميتي زويده، كنسكن في مدينه سالا، زنقه ايت الصغير، رقم الدار 504. راني شحال من ليله كنمشي نقبض الطريق على رجليا حتى السبيطار مولاي عبد الله السرطان، ما كنسيب لا رحيم لا حبيب، ما عندي لا ما لا ضو. الراجل مريض، البنت مريضه، الحاله والو، ضعيفه بزاف. وتجيو بعينيكم تشوفوا اخوتي المسلمين، شوفوا فاش عايشه انا ولا انا لوليداتي. راني مكرفصه بزاف وكنعاني بزاف، وديتها للطبيب، وجا الطبيب فتح لها، ملي خرج لعندي قال لي هذاك المرض كبير وتحجر عندها لداخل، ولاو خيطوا لها كما العاده، ردوا لها داك الشيء وخرجوا لها النصران ديالها على جنبها، ودوك الخنيشات مألمه بيهم، ما كنصيب باش نشريهم باش نزيد ليهم، والبنيه هي كتألم قبالتي. والغالب الله اخوتي. السلام عليكم. شنو النوع ديال المرض اللي عندها؟ عندها السرطان، هي عندها السرطان ديال النتا. درتي لها عمليه؟ درت لها العمليه. شحال عندها في عمرها دابا البنت؟ عندها دابا 21 سنة. عندها 21 سنة. وقتاش تقاسلوا المرض هذا؟ دابا عامين. هذه عامين. عامين. وعلاش ما كيشدوهاش في السبيطار؟ كنمشي بعد النوبه، الطبيب كيبان لي بعد النوبه، ما كيبانش كاع، غير فرملي كيجي كيدير لها ابره وكتجي بحالاتها. يعني دابا حيت على حسب ما شفنا حنايا الحاله ديالك اللي شفنا، واللي خلاتنا اننا اصلا باش نجيو، هو اننا شفنا كتهزي على ظهرك وكتبقاي شاده بها الطريق. يعني عاودي لنا كيفاش هاد الحاله، علاش كتمشي شاده بها الطريق؟ ما كنصيبش باش نمشي. شنو كديري يعني؟ شنو كتهزي على ظهرك وكتبقاي؟ على ظهري كنهزها كنركبها وكنمشي على رجليا حتى للسبيطار مولاي عبد الله ديال سله ديال الرباط، وكنجي بعد نوبه على رجليا. اللي بقيت فيه في الطريق راه كيوصلني، واللي ما بقيتش فيه كنجي حتى كنوصل للدار. ودابا انت علاش كديها يعني حتى للرباط؟ الحريق اللي فيها، الالم اللي فيها، ما بغاش. هذا الالم هذا كيجيها ديما ولا مره مره ولا شنو؟ لا دائما الالم فيها دائما. يعني وقت ما شد الحريق كتهزيها انت وكديها؟ وقت ما شد الحريق كنمشي في الجوج الليل، في الوحده الليل، في مع الفجر، مع اي حاجه كنمشي. لالا زبيده، واش كتلقاي شي مساعدات من الناس؟ والو سيدي، هنا الزنقه كيشوفوا البنت كتالم، كيهزوا الطوموبيلات ديالهم كيديهم للباركين كيحطوهم. كنعيا الرغم، واحد وصلوا رجلو كاع، قول خويا ديني باش ما بغيت. الله يجازيك بخير، قال لي عندي شغل في الطوموبيل، ما عنديش كندير لك. وشنو الحاجات اللي كطلبيها دابا انتيا؟ كنطلب من خوتي المسلمين يعاونوني على هاد البنيته، ويوقفوا معايا ويشوفوا الحاله ديالي. الله يرحم لهم الوالدين، هذا اللي كنطلب منهم. يعني هذا هو الطلب ديالك؟ بالنسبه لهذا لوزاره الصحه، واش عندك شي طلب بالنسبه لبنتك، انك مثلا تنعس تما، انها ما تبقاش تعاني؟ انا بغيت تنعس تما، ما عنديش، بغيت من تحت المراقبه ديال الطبيب تنعس تما. يعني ما بغيتيش تبقى تديها وتجيبيها؟ راه تالمت بزاف انا. واخا ممكن اخر رساله ديالك توصلها تقوليها؟ اخر رساله ديالك، اخر حاجه تطلبيها تقوليها؟ اخر رساله ديالي الله ينصر محمد السادس ويشد له في صحيحته ويشافي الله. راني معذبه بهاد البنيه بزاف بزاف بزاف. انا كنطلب من جلاله الملك
يشدوا لي هاد البنيه تنعس من تحت المراقبه ديال الطبيب، راني عييت ما استباش نزيد ليها الغالب الله. صافي سيدي.